إذا نحب نتحدث على وضعية النساء ذوات إعاقة في تونس فهي وضعية صعبة كما هي وضعية النساء بصفة عامة في تونس، لكن ذوات الإعاقة بالذات تعانين من تمييز مضاعف كونك تكون امرأة وذات إعاقة، وهذا يخلي عنصر النساء ذوات الإعاقة مغيب من البرامج، مغيب حتى في علاقة بالقوانين رغم وجودها، لكنها لا تحفظ حقوق النساء لأنها لا تذكر بدقة خصوصيات النساء ذوات الإعاقة، وبالتالي لا تضع الآليات الضرورية لحماية حقوقهن. أفضل بادئا لبدء استخدام عبارة ذوات الإعاقة مع احترامي لكل الاجتهادات في علاقة بالإرادة والهمم، لأن هذا التعريف هو اللي نص عليه القانون التونسي، اللي قانون القضاء على العنف ضد النساء، اللي بصفة محتشمة جدا قانون عدد 58 يذكر في جزء منه تشديد العقوبة في حالة الهشاشة، ويوضح الهشاشة يمكن تكون النساء في وضعية إعاقة أو كبر السن إلى غير ذلك. وعلاش نقول ذوات الإعاقة؟ لأنه هذا زاد ما وقع ذكره في الفصل 48 من الدستور التونسي سنة 2014، يتحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللي جزء منها فيه ذكر لحقوق النساء، المادة السادسة خاصة، لكن العديد من الفصول فيها تحكي على حقوق النساء وتحكي على المساواة بين النساء والرجال في علاقة بالإعاقة، لكن وجود القوانين شيء والعلم بالقوانين شيء آخر. هل النساء من ذوات الإعاقة تعرفنا حقوقهم؟ هذا السؤال اللي نحب نطرحه، هل النساء من ذوات الإعاقة تعلم بوجود قانون للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي؟ هل تعلم ولا تدرك معنى النوع الاجتماعي؟ هل التعليم اللي وفرناه لفئة الأشخاص من ذوات الإعاقة وبالذات للفتيات اللي كثيراً ما يقع الإقصاء نتاعهم في المراحل التعليمية، لأنه هذا يرجع بالأساس للموروث والعادات والتقاليد والحفاظ على الفتيات، وما نجمش نبعث بناتي المراكز فيها إقامة وما تتعرض له الفتيات في المراكز هذه وحتى في المؤسسات التربوية من تحرش ومن ممارسات معناها منافية لحقوق النساء، هذا كله يخلينا نتساءل ما معنى القوانين إذا لا يمكن تطبيقها حتى في علاقة بالقانون عدد 58 لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. فإنه حتى تكوين المختصين والمختصات في وحدات التدخل ما يقعش تكوينهم على معنى الإعاقة، فكيف لي أن ألتجئ إلى القضاء وأنا ذات الإعاقة البصرية اللي المحيط كله مليء بالعوائق والحواجز؟ كيف لي أنا ذات الإعاقة السمعية والتي لا أتحدث إلا بلغة الإشارات أن أعلم محتوى هذا القانون؟ هي مسؤولية مشتركة، لكن الأصل في الأشياء هو البحث عن أصلها منطلقها. وأنا معناها نرجع هنا لتكويني كأستاذة لغة إنجليزية اختصاص علوم التربية، ونعرف مدى أهمية التعليم في إذكاء الوعي اللي هو مذكور في الفصل الثامن من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. التعليم مهم جدا لكي نجعل المجتمع واعي بالحقوق، ضروري أن نركز على التعليم، وهنا باش نخص بالذكر تعليم الفتيات من ذوات الإعاقة. المراحل التعليمية في مدارسنا كلها ما تتحدثش على حقوق الأشخاص من ذوات الإعاقة، لا في التربية المدنية لا في العديد من المناهج، لأنه مش بالضرورة في التربية المدنية فقط، في كل المواد ممكن الحديث على هذا. فأحنا المادة اللي هي حقوقية ليست مكرسة في مناهجنا بصفة عامة، فما بالك وقت اللي نجي ونحكيو على حقوق الفتيات والنساء من ذوات وذوي الإعاقة. الخطوة الأولى لبناء صحيح للمجتمعات هو إصلاح التعليم، وإصلاح التعليم بطريقة تقبل الاختلاف والتنوع اللي منشم إلا يؤدي إلى إثراء في المجتمع. هذا مش موجود في مناهجنا التربوية في علاقة بحقوق النساء بصفة عامة
وبالذات في علاقة بحقوق الأشخاص من ذوات ذوي الإعاقة والنساء، مع أن حتى درس في حتى مرحلة من التعليم يحكي على الأشخاص ذوي الإعاقة وإلا يحكي على النساء ذوي الإعاقة، مع العلم أن الأمثلة كثيرة وموجودة. لتغيير واقع النساء بصفة عامة وذوات ذوي الإعاقة بالذات يجب تغيير العقليات، العقلية الذكورية اللي تحسب النساء في الواجبات في البيت، في العناية بالأطفال، في أشياء من هذا النوع. لا يمكن أن تشجع النساء بصفة عامة وبالذات النساء ذوات الإعاقة على أن تكون فاعلة في المجتمع، لأن كل ما تجي تقدم ترجع وتتذكر أنه إذا كانت تحب تكون امرأة ناجحة فيجب أن تكون زوجة ناجحة وأم ناجحة، وهذا يتطلب أن تقوم بأشياء معينة في البيت، وهذا طبعا بعيد جدا عن الواقع اللي احنا نعيش فيه توا. احنا حاليا عندنا استاذات جامعيات من ذوات الاعاقه الحركيه، عندنا نساء عندها دكتوراه وهي عندها اعاقه سمعيه تامه، المهندسات، المجالات متعدده، لكن وقت تجي بينها وبين نفسها وترجع تلقى تقول تيا ناقص شيء بالنسبه لينا باش نحقق فعلا هيك النجاح، اللي هو اني انا قد اكون عندي محدوديه في علاقه بعده ادوار اعطاها لنا المجتمع وليست حكرا على النساء. وهذيك علاش تلقى المراه ذات الاعاقه ديما تطمح لاني تتزوج، وعدد معناها النساء اللي هما غير متزوجات كبير برشا، وفما زاد ارتفاع كبير في حالات الطلاق في علاقه بالنساء بصفه عامه، لكن بالذات بالنساء ذوات اعاقه. وحتى وقت التهيئه لهالمرحله الجديده من الحياه ما فما حتى شيء يهيئ الفتيات ذوات اعاقه للمصير المستقبلي. مثلا مناهجنا تفتقر للتربيه الجنسيه والصحه الانجابيه. المراه اللي عندها اعاقه قد لا تدرك حتى المتغيرات الفيزيولوجيه اللي تطرأ عليها، وتبحث عن المعلومه من صديقاتها لاني تحشم اني تتحدث لوالدتها، ولاني ما تلقاش المعلومه في المناهج التربويه. هذا اذا توفرت لها فرص التعليم، لانه احنا بصفه عامه وقت نجيو للاعاقه نستثنيو هالناس هذوما من المدارس العموميه ونبعثوهم في مراكز خاصه لا توفر لهم وخاصة لهن المعلومة، لأنه بالنسبة للذكور تبادل المعلومات يصير في المقاهي، يصير باستعمال أفضل للتكنولوجيا بالمقارنة مع الفتيات، لأنه كما نرجع نقول يعني حتى تبادل المعلومات في علاقة بالتكنولوجيا يصير في الفضاءات العمومية اللي هي بنسبة أكبر متوفرة للذكور أكثر منه للإناث في علاقة بالإعاقة. المحيط بالنسبة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة غير آمن، والنساء والفتيات من ذوات الإعاقة هما عرضة للتحرش الجنسي، خاصة هما عرضة لممارسات وتجاوزات تبقى في بعض الأحيان ما يحبوش يعبروا عليها، لكن هذا ما يصير، ما نجموش ننفيه أنه عديد من المرات وقت اللي تكون عندك إعاقة حركية وشخص يعاونه في دفعك الكرسي يسمح لنفسه أنه يلمس بعض الأماكن من جسمك. السائق التاكسي في بعض الأحيان وقت يرجع لك الفلوس الأموال اللي باش تبقى وأنت عندك إعاقة بصرية وتقول راني عندي إعاقة بصرية، فيسمح في بعض الأحيان وأنا ننزه معنا العديد منهم على هذا أنه يمس لك يدك أكثر من الوقت اللي يلزم. فالأشياء هذه تعطيك إحباط. مش فقط المحيط اللي هو مليان بالمعيقات، لكن حتى هيك الحواجز النفسية، كيف للفتيات والنساء ذوات الإعاقة أن تتجاوز هذه الحواجز النفسية، لأن هي كذلك تعرقل المسار نتاعهم، لأن تخجل من أن تتحدث على هذا وتفضل أن تبتلع الأشياء كما هي، تحاول أن تاخذها على نفسها معناها وما تعبرش عليها، وهذا يعمل نوع من الإحباط. وبعد يقول لك علاش والله في بعض الأحيان الأشخاص من ذوات ذوي الإعاقة عندهم تصرف فيه شوية حدة، لأنه أصلا
عده اشياء قد لا يقع التصريح بها، وذلك علاش مهم جدا انخراط الفتيات والنساء في العمل الاجتماعي بكل الطرق، اللي تحب تختار العمل الجمعياتي، اللي تحب تتنظم في عمل سياسي، المهم النساء هذو يخرجوا للنور والناس تشوفهم وتشوف انهم فاعلات وممكن يغيروا وممكن يدفعوا غيرهم اللي مازالوا يفكروا هل يشاركوا ولا لا، انهم يشاركوا ويغيروا. طريق النضال بالنسبه للنساء هو يبقى طريق طويل وشاق ومستمر، ولا نستطيع الحديث فعلا عن مكتسبات الا وقت اللي تكون هذه المكتسبات مضمونه. والتغيرات اللي صارت على المجتمع التونسي اكدت انه ما فماش شيء اسمه مكتسبات مضمونه، ولهذا بالرغم من كل ما يقع الحديث عنه من ان منزله المراه التونسيه ومكانتها في علاقه بالعديد من المناطق العربيه الاخرى وكل، الا انه لاحظنا انه هذه المكتسبات ليست بمنأى عن المخاطر اللي قد تؤدي لتهديدها، وهذاك علاش الحفاظ على هذه المكتسبات ودعمها مازال في حاجه للعمل المتواصل. وما لم نبلغ مساواة فعلية بين النساء والرجال من ناحية الحقوق والواجبات، فإننا لن نضمن هذه الحقوق، وهذا مازال ناقص في المجتمع التونسي. ككل عمل بشري المجلة هذه في حاجة إلى تغييرات تساير التغيرات المجتمعية، والمجتمع التونسي يعيش العديد من التغيرات، ما كان ثوريا وتقدميا ومع بعض التحفظ زاد في الخمسينات والستينات لا يمكن أن يكون كذلك في القرن 21 ونحن في سنة 2022. وبالذات نقف عند الاعتماد بتاع المجلة هذه على التشريعات على الشريعة الإسلامية في علاقة بمسألة الميراث، ما لم نبلغ المساواة في علاقة بالميراث فإنه ما زالت عنا أشياء يمكن أن نغيرها في مجلة الأحوال الشخصية اللي تبقى دائما ثورية بالقياس مع الوقت اللي خرجت فيه، لكن حاليا فعلا أنا نساند كل تحرك في تغيير للمجلة هذه لأنها لم تعد تتناسب ووضعية النساء في تونس اليوم. هذا مهم جدا أنه يكون متوفر، لكن الأهم في هذا أنه في العديد من التحركات النسوية في بعض الأحيان يعاب عليها الانتقائية أو أني نخلوية، لكن ما لاحظناه في السنوات الأخيرة تغير حتى في الحراك النسوي في تونس، الحراك النسوي اللي أصبح يحاول أن يستوعب كل النساء وكل الفئات وكل الجهات، مع تأكيد على النساء في الوسط الريفي، مع تأكيد على النساء من غير المتعلمات، وكذلك مع حضور للنساء ذوات إعاقة في هذا الحال. كل الحرية هي غير مضمونة، والتغيرات الديناميكية المجتمعات تقتضي هذا التغير. الأهم في هذا هو ليس فقط الحفاظ على المكتسبات، ولكن الإيمان بمبادئ حقوق الإنسان. إذا كان تشبعنا بمبادئ حقوق الإنسان فلا خوف على الحراك النسوي ولا على مكتسبات النساء من التيارات الرجعية، لأنه التشبع بمبادئ حقوق الإنسان يمكن النساء من أن تستبسل خلينا نقولوا في الدفاع على مكتسباتها. هذا الحراك هو هذه التيارات اللي وصفتها بالرجعية وجودها ينجم يكون عنصر إيجابي، لأنه ينبهنا المدى التهديد اللي ممكن يصير على المكتسبات. فمهم جدا أنه ما ناخذوش هيك الأريحية في التعامل على أن حققنا مكتسباتنا وانتصرنا على التيارات الرجعية، هذا الوجود وهذا الخروج بين الحين والآخر هو مهم للنساء لإعادة
تغيير استراتيجياتها لإعادة تغيير طرق عملها وكذلك لإعادة تغيير طرق التواصل، لأنه نلاحظ شخصيا أنه فما مشكلة في علاقة بالتواصل وبالخطاب اللي تستعمله بعض النسويات واللي تخلي للمجال لهالتيارات الرجعية باش تستقطب العديد من الفئات في المجتمع. هذا عمل كبير يستوجب تضافر الجهود نتاع النسويات الكل، وخاصة محاولة التعرف على جسامة الانتهاكات اللي يتعرضوا لها النساء في مناطق النزاع، واللي كانت لي فرصة من خلال ندوة دولية نظمتها جمعية أبصار حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة زمن الحروب والنزاعات، واللي تقدمت لنا فيها شهادات من ليبيا، من اليمن، من سوريا عن كيفية معاملة النساء ذوي الإعاقة حتى في المناطق هذوما. فكانوا يقولوا أنه حتى لما يخرجوا من مناطق ويهربوا الأهالي، فإذا كان الأشخاص من ذوي الإعاقة من الذكور يأخذوهم عائلاتهم معهم، لكن المنسيات فعلا هم النساء من ذوات إعاقة حتى في التحرك، لأنهم عندهم صعوبات في التحرك من مكان لآخر فكانوا يتنسوا. لكن بصرف النظر عن الإعاقة، النساء في الجهات هذه كلها تتعرض لمختلف أنواع الانتهاكات، الاغتصاب، التحرش، عدم القدرة على إيصال الأصوات، وهذاك علاش التضامن النسوي يقتضي بالأساس أنه ما فماش حاجة اسمها حقوق امرأة تونسية أو يمنية. حقوق النساء هي كل لا يتجزأ، قضية النساء في اليمن أو في فلسطين أو في سوريا هي قضية النساء في تونس، وهذاك علاش مهم جدا التنسيق بين مختلف التحركات النسوية وإعطاء خاصة فرصة لظهور المعاناة بالنسبة للنساء في العديد من مناطق النزاع في العالم العربي. مع تنامي ظاهرة العنف لقينا الجمعيات النسائية والنسويات في مساندة كبيرة للنساء اللي تعرضنا للعنف، فما مرافقة صارت للنساء هذوما، فما محاولة لإيصال أصواتهن حتى إعلاميا، فما أشياء جميلة صدرت كما الموسوعة اللي أصدرها الكريديف في علاقة بالنساء في تونس، فما جمعية النساء الديمقراطيات اللي عملت المؤتمر نتاعها بالرغم من الوضع الصحي الصعيب ونظمت تظاهرة كبيرة وكانت ناجحة وخرجت بعدة توصيات، فما معناها عدة معناها جهات أخرى، رابطة الناخبات التونسيات اللي واصلت في تكوين وتدريب النساء والتذكير بالحقوق والدعم للقدرات. فما عمل بقى متواصل بالرغم من أن الوضع الصحي ما كانش مناسب. فما تحركات حتى ميدانية، ما ننساوش 8 ديسمبر حتى تنسى معناها الشارع الحبيب بورقيبة وطالبت بالحقوق نتاعها. ففعلا في ظل الظروف الصحية الصعيبة شخصيا أنا معناها راضية جدا على ما وقع تقديمه في علاقة بالتحرك النسوي، واللي نطالب به هو مزيد من دعم لوجود حقوق كل النساء دون استثناء في التحركات هذه. فضحايا العنف مهم جدا أنه يقع التعهد بهم، لكن زادة المتابعة نكملوها، لأنه أنا نعرف من خلال معناها عملي في الجمعية أنه العديد من النساء اللي تتعرض للعنف تصبح كذلك عندها إعاقة عضوية ووضعيتها النفسية تكون صعيبة. لكن إجمالا نجم نقول أنه نحيي كل تحرك قامت به النسويات سنة 2021 لأنه مشى نحو التوثيق. أنا استحسنت جدا صدور الموسوعة وتمنيت لو لقيت فيها المناضلة والصديقة تمنت. في أكثر من مرة تعرض المحتسبات النساء للتهديد، وفي أكثر من مرة تقع الدعوة من العديد من النسويات للحديث عن مشروع موحد. قد نختلف في طرق عمل، قد نختلف في آراء، لكن يجب أن توحدنا
ويوحدنا بالفكر النسوي والحفاظ على مكتسبات النساء والعمل على تحسينها. في هذا الإطار هذايا كانت فما دعوة من عديد الجمعيات والجهات النسوية لمحاولة إنشاء نوع من الوثيقة تضمن حقوق النساء في تونس، ولما لا تحول فيما بعد إلى حركة أو شيء من هذا القبيل. وكان لي شرف المشاركة في هذا لأنه عبرت عن استعدادي كامرأة عندي فكري التحرري والمساند لحقوق النساء، ورغبة كبيرة مني في أن يكون جزء داعم لحقوق النساء. فشاركت في بلورة المشروع هذايا اللي نتمنى أن نشوف النور، لأنه بالعديد من المتغيرات وخاصة الوضع الصحي وكل ما يشجعش كثيرا على التحركات اللي قاموا بها النسويات واللي نحييهم، واللي أنا كنت موجودة في عدد كبير من التحركات هذه. لكن يقول لي حادثا ولا حديث وقته، هذيك علاش مهم جدا أنه يقع اختيار الوقت المناسب للإعلان على مثل هالتوجه هالوثيقة هذه اللي بقدر ما تسعى لضمان مكتسبات النساء اللي موجودة في القوانين التونسية، بقدر ما تدعو كذلك لتغيير العديد مما جاء في من الفصول اللي جاءت في مجلة الأحوال الشخصية، اللي نحب نأكد على أني لم تعد صالحة لحماية حقوق النساء اليوم.